السلام عليكم الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ صافا امور زيها، ما كاين مشوش 55 55، والله يحفظكم ليا. المهم غادي نهضروا اليوم في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، اللي هو يعني القصه ديال واحد الدري اللي غير هاد الايامات اللي غادي نعاودوا هو القصه ديالو. يعني هادشي اللي غادي نحاول نهضر عليه حاليا قلتو يعني في الفيديوهات شحال هادي وكررتو شحال مره، حيت الناس ما عطواش تيشوفوا داكشي وما كيديروش به، واش ما مسوقين ليكش. المهم بونتو فينال هو انا كنعطي غير كنصائح، كنصح الانسان كما تيقول لك واحد السير غنصح راسك. المهم ماشي ليك نتايا هاد الرساله، ماشي ليك هاد الرساله، للناس اللي تيفهموا، الناس اللي عندهم الدماغ، فهمتي؟ ما بحالك نتايا ما عليناش. واحد السيد مغربي، غنعاود القصه ديالو، وداك السيد مازال عايش. هادشي اللي غنقول لكم دابا هو هادشي اللي كنعاود لكم، راه شي حاجه جديده اللي مازال كيعيش هادشي اللي غادي يدوي عليه حاليا. اللي انا شحال مره دويت في الفيديوهات ربما هو ما شافوش داكشي، يعني هو ربما متبعني في القناه، يكون متبعني في القناه وغادي يكون عارف كلشي. المهم ما عليناش بدون ذكر الاسم ديالو، ولكن هذه رساله للشباب، رساله للشباب اللي تيفكروا يهاجروا امريكا اللاتينيه، رساله لهم. حسبني كاخ كبير كاخ صغير اللي بغيتي. الاخوان واحد السيد مهم، كان هو دار بروغرام كبير في الدماغ ديالو ما صدقلوش، عنده واحد الصديق ديالو حتى هو في الشيري، تحيه لي مدنبر هذا، الصديق ديالو كنحيه مدنبر هذا. غادي نعاود لكم الطريقه شنو دار والاغلاط اللي دار، وهذوك الاغلاط باش تصحوا ما هي ما لونوها، حيت انت مشيتي حتى لواحد دخلتي في واحد البلدان اللي هما يعني بعادين على بلادك وخلصتي واحد الثمن غالي، مصيبه. واحد الشاب الاخوان مغربي، هما مشاكل توقعوا بزاف ديال الناس، ماشي غير هذا، غير انا كنعاود يعني هذا، يعني هادشي اللي كنعاود لكم يعني مازال جديد، مازال السيد راه معلق. شاب مغربي معرف تعرف على واحد السيده شيليا عبر الانترنت، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كيهضروا واحد المده بيناتهم. انا دا سيدي هو باش يدير الطريقه باش يمشي للشيري صعيبه بزاف، كيطلبوا له شهاده العمل، وكيطلبوا لك الكونت في البنك والموفمون، وتيطلبوا لك حتى كارت الانفيتاسيون لشي واحد من الشيري اللي هو عنده دار وخدام وعنده الكونت. حاله واحده اللي ما يطلبوا لكش هادشي، يعني اللي ما يطلبوا لكش ديك كارت الانفيتاسيون باش دير لوطيل، خاص تكون انت معروف بالتوريست وعندك العاقه، هادي يعني كتعفي لك. حيت اصلا اول فيزا اللي كنشوف انا في الحياه ديالي دخلت فيه كارت الانفيتاسيون وصل الفيزا هي ديال الشيري، ما عليناش. السيد تعرف على شيريا، هضرنا معاه مدة، صعيب باش يسافر، شنو ندير ما نديرش، هي تجي عندي ونتزوجو، وديك الساعة نمشي نتساهلو معاه. ديك شيريا دارت المستحيل، عودت عندو، أنا راه فاهم الديكور كامل شنو واقع وعلاش دات المشكل كامل، علاش وصل أول، يعني علاش هي تزوجات به وفي الأخر مقداتش تديه، وشوف شنو دا باش يعني باش يوصلها. يعني الاخ ديالي اللي كنت تشوفني داكشي كامل اللي كدير، النصيحه من عندي راه كلشي زيرو، باش نقولها لك، تيقول لك سول المزرب لا تسول الطبيب، هو المزرب قدامك، بزاف ديال الناس ماشي غير انا. المهم ما عليناش. السيد منين جات عنده تزوجات به، شحال دوزات في المغرب ما نعرف، دارت الروتور للشيلي. منين دارت هي الروتور للشيري، قال صافي راه غتصاوب ليا وغادي تديني. المشكل ديالها هي، واخا انا يعني هي ما قداش تديه، انا كيعاود ليا الصديق كنحيي، قال لي ما قداش تديه، ولكن منين قلت له اللي كاين اللي كاين، قال لي راه عندك الحق، راه داك هو المشكل ديالها هي. منين هودات المغرب وتزوجات به وطلعت للشيري، الشيري تلقى ما عندها دار، ما عندها خدمه، ما عندها كونت، ما عندها والو، إيه؟ نقولوا حنايا بالنسبه للشيلي باش يهودوا للمغرب راه بلا فيزا، غيكون غير شويه ديال الدراهم،
اي باش دير التوريست غادي تدخلها راه نورمال، هي نورمال فهمتي. السيده فشي اللي ما عندهاش يعني شي خدمه رسميه، السيده فشي اللي ما عندهاش الدار ديالها، السيده لشي، السيده لشي ما يمكنش تديك واخا انت مزوجه بك. انا كنهضرك على الشيلي، دول الاخرين حاجه اخرى، انا كنهضرك على الشيلي. الشيلي مين كتكون يعني شي وحده شيليه كمزوجه بواحد اجنبي باش تجيبو لبلادها، تيقول اول حاجه انت خصك تكون عندك الدار، ثاني حاجه خصك تكون انت خدامه، يعني تيكون عندك كلشي مريقل باش تاك السيد الا جبتيه، داك السيد الا جبتيه عندك فين تحطو، ماشي انت في الكرا ولا انت عايشه مع والديك ما عندكمش لي سباس، انت ما خداماش وبغيتي تجيب لنا واحد السيد اخر تزيد علينا، وانت وما خدامه ما تزيد لنا واحد السيد اخر. هذا هو المشكل ديالو، يعني باش ما قداش تديه. شنو دار هو؟ شوف التفكير اللي دار هو، التفكير ديالو ربما هو تيفكر قال مزيان ولكن راه دارها خايبه بزاف، وهادشي راه غير غادي يكرفص، يعني غادي يكرفص راسو. نكون واقعيين الاخوان، انا هذا هو هز الفكره، قال شنو غندير دابا يعني التوريست ما كاينش بزاف، دار يعني سافر من المغرب لتركيا، المغرب تركيا، من تركيا للبرازيل، وفكر باش يدير من تركيا من عفوا من البرازيل، يدير من البرازيل يدخل بوليفيا، ومن بوليفيا يحرق الشيلي. هذه هي التفكير ديالو. تا يا سيدي الطياره المغرب، دار الطياره شي طياره المغرب تركيا، تركيا سان بولو، فاش هوت في البرازيل وقعد دوك الايامات في البرازيل، وشرا البيين ديال اللي كيقول يعني اللي تيقول سان باولو سانتا كروز، المدينه اللي انا كنسكن فيها سان باولو سانتا كروز. هو فاش شرا داك البيين مشى باش يقلع، قالوا لي لا خصك تبد، يعني انت خصك دير ديك يعني واحد البريك يدبوها، هذيك فيبرا ماريه واش كيقولها، ما عرفتش تيقولها بالعربيه شي حاجه صفراء ولا ما نعرف، المهم هكا قالوا خصك تضربها. صافي هو بدل التاريخ على البي ومشى ضرب ديك سميتو ضرب كلشي. في الاخر قالوا ليه لا ما كاينش التوريست لبوليفيا، وهذا الشيء باش كنصح بزاف ديال الناس حاليا شحال تيقول تقول راه واخا تلقى توريست الشيلي، واخا تكون تلقى شي طياره غادي للبرازيل عفوا، راه الدول ديال امريكا اللاتينيه الاكثريه فيهم راه ما كيستقبلوش التوريست حاليا، راه ما كيستقبلوش التوريست حاليا، راه مازال كلشي غارق. الا كانت البرازيل حالها هي تركيا وبعض الخطوط، راه امريكا اللاتينيه كاين الاكثريه في الدول ديالها مازال ما حلاش، ما كتستقبلش الناس اللي جايه توريست. تستقبل كان تاعك اقامه، تستقبل كان تاعك جنسيه، تستقبل كان تا ولد بلادها واخا، ولكن انت باش تكون غير جاي توريست راه ما تستقبلكش. ناضر في الاخر ما خلاوش يطلع الطياره، قالوا ليه لا، قالوا ليه بوليفيا ما كتقبل، ما كتستقبلش يعني، ما كتستقبلش يعني السياحه حاليا. المهم ما عليناش لي انفريد، المهم دابا ما عرفش شنو دار لي انفريد، هو غيقلب دابا الحل باش يدخل بوليفيا ولا ما نعرف باش يحرق باش يعني، ولكن وما كنصح حتى شي واحد بهذا سميتو هذا، هذا التخربيق هذا. حيت علاش؟ حيت راه ماشي اوروباي والله، واش نتوما راه ماشي اوروباي، هذه دار امريكا اللاتينيه هذه، دخلها في دماغك اصاحبي. دابا لينفريد كاع نديرو ليه حنا لينفريد دخل لبوليفيا، انا كنقول لينفريد دخل لبوليفيا يا سيدي، وا سيدي وصل بوليفيا ومن بوليفيا دخل الشيلي، وا بربي لا درتي شي حاجه ورا في الشيلي، وما مطفرين اللي عندهم لا واللي ما مطفرهمش اللي عندهم الاقامه والجنسيه ما مطفريناش، وانت جي من المغرب ما عندكش يعني داك ما عندكش يعني واحد ما عندكش نقول مثلا ما مقومش داك الشيء كامل باش يعطوك الفيزا، انت يعني خاصك شات العمل وخاصك بزاف ديال الحوايج باش تمشي، انت ما قادش على هاد الحوايج هادو كاملين ما عندكش، وبغيتي تحرك كيصحاب انت غتحرك وراه يعطوك غير تحرك يعطوك الاقامه في سميتو في الشيلي، والله الا خديتيها وغتدخل سميتو دخل للشيلي غتكرفص غير راسك، غادي تكرفص غير راسك. راه تنقول لك الناس تما بالاقامه ديالهم وبالجنسيات ديالهم ما مطفريناش، تجي انت لا ورقه على صحابي انت راه داخل اسبانيا باش تقول راه غادي نشوف نتزوج وندير، ولا راك غادي داخل سميتو وتطلع الاقامه، ولا راه غندخل داخل اوروبا حارق وتطلع الاقامه كيصحابك، راه امريكا اللاتينيه تاكواك، امريكا اللاتينيه مختلفه بزاف على القوانين ديالنا، مختلفين بزاف على اوروبا، تسمطوا ليا مزيان ودير عقلكم اصاحبي.
المهم ما عليناش، نقولوا حنايا السيد كيف قلتو راه واخا دخل ما غادي ندير والو. وهنا باش نعطي واحد النقطه اللي الناس ما تيعرفوهاش، شيلي من اصعب الدول في الاوراق ديالها، وانو ما تستاهلش هادشي كامل. الاوراق ديالها صعيب وما تستاهلش بزاف كاع هادشي كامل، تكتف طراميتي وداكشي ما تستاهلش داكشي كامل. راه كاين بنادم تتجيبو كتكون شي شيليه مزوجه به، كتمشي للمغرب كتزوج به وكيجي كتجيبو كتجيبو حيت هي مقومه عندها الدار وعندها الخدمه وكتجيبو وكيسلموا له. نقولوا حنا اقامه ديال سنه، شحال من وقعت له كيسلموا له اقامه ديال سنه، كتسال عليك من نهار كتمشي ترجع عندهم ما كيجددولكش، تيقولك سر هذاك الشيء هذاك في التراميتي سير حتى حنا نسولو فيك، تقدر تبقى عام عامين ثلاث سنين. انت باش تخدم راه كيخصك تكون قانوني باش تخدم، خاصك الوراق يكونوا قانوني باش تخدم. والمشى هاد المشى هادي مسكينه جات لها، جا هذاك راكم عارفين كتكون هنا مشى يعني واحد المده كتبغي تقلب على المشطره كتقلب ليها على المشط. دابا راه جا واحد تيضر بها هنايا كانت ديها كنقرا كتخرج كتخرج هنايا سكتينا. المهم قلت لكم سنه كيعطوك مثلا سنه كتسالي انت ديك السنه ما كيجددولك شي وكسير سير. حنا الوراق ديك راه في تراميتي، حنا نعيطو لك تقدر تبقى عام عامين وما يعيطولكش. علاش؟ يعني في الشيلي عندهم واحد القوانين في شكل نتا هاد الاقامه خاصك انت تكون خدام، خاصك تكون خدام وكتخلص القوانين وكيحسبوك بلي انت راك عايش في الشيلي، ماشي بحال شي دول في امريكا اللاتينيه ما كيكونش عندهم هاد المشكل هذا. واخا تكون هاد الاقامه انت مثلا تموت ليك واخا ما كنتيش يعني كنتي غا كتبريك ولا كتخربق كيجددوك الاقامه. الشيلي لا، الشيلي عندي اقامه ديال سنه خص الشيلي تعرف بدا انا حاضر في الشيلي. باش كتعرفني حاضر؟ انا خدام وكنخلص القوانين كتخلص كيخلصوا الامبوست وكتخلص بزاف ديال الحوايج، يعني كيستعرفوا بك انت راه كاين كيف في الشيلي، كيستعرفوا بك انت راه كاين في الشيلي. اما انت باش تاخذ الاقامه تاخذ الاقامه وغير كتنعس 13 وهادي ما خدام ما كتخلص قوانين، ما هو النهار كتموت لك ما كيزيدوكش، غتبقى ما يزيدوكش ما يزيدوكش. كيقولك سير حنا غادي نسولو فيك وانت غتسنى، راه ما عمر غادي يسولو فيك، انت غتبقى انت اللي غتبقى معلق. علاش؟ هما ما خاسرين والو، انت فاش تبي تخدم كيقول لك رانا الوراق رانا الاقامه رانا سميتو. الا بغيتي تخدم راه ليا شنو عندك؟ الا بغيتي تخدم انت ما عندك والو، انت عندك الاقامه ميته كلشي ميت، انت مربق انت معلق فهمتيني. الاخوان هذه رساله للشباب قال لي تيفكروا يهضروا الامريكا اللاتينيه، الوضع صعيب بزاف، ونصيحه من عندي انايا الا كنتي تفكر على الهجره انا ما كننصح حتى شي واحد، ما كنقول حتى شي واحد سير هاجر من بلادك ولا حياتك هذه، انا كنوجه رساله لدوك الناس اللي تيفكروا يهاجروا. الا بغيتي تهاجر خويا قبل ما تهاجر خصك تعرف فين كتحط رجليك وفين غادي. اختار لي ابعد امريكا واختار لي كندا وشوف لي اوروبا وشوف لي صاحب لي غادي مكرفص حالتك وهادي توصل الشيلي راه ما غادير والو اخو بهاد الطريقه هادي، وربي الا درتي شي حاجه وكنقولها لك من هنا. عندك صاحب ديك العقليه راه غنمشي غندخل وغادي يتزوجني، والله الا تزوجتي غنمشي غادي ندخل وغنتزوج يعطوني اقامه، وبربي الا زوجوك ولا عطاوك الاقامه عندك تمشي غلط. هذيك راه الشيلي هذيك، هذا امريكا اللاتينيه، هذا راه ما سميتهاش، هذا راه ما سميتهاش اسبانيا ولا الطاليان ولا فرنسا ولا كندا ولا لا، هذه سميتها امريكا اللاتينيه، دخلها في الدماغ ديالك. المهم الله يسهل على كل واحد الاخوان، ونتمنى لو استفدتوا كلمه من هذا الفيديو هذا وديروا داك اللايك وبارطاجيو باش الشباب يوصلوا هادشي هذا باش يعرفوا الواقع ديال اللي كاين. وراه يعني ما نكذبش عليكم راه وليت يعني مؤخرا من هنا واحد ما نزيد شويه راه نقدر نقطع على المعلومات كامله اللي كنعطي، واللي بغى يطلع يطلع اللي بغى يهود يهود وما على باليش. حيت علاش؟ كيدخلوا عندك غير الناس اللي هما محتاجين المعلومات باش تعطيهم المعلومه توصل، يعني باش يدير لك اللايك ويبارطاج راه ما كاين والو. يعني خصك ما احسن حاجه دير فيديوهات شي حاجه لا علاقه كتعلق بالمعلومات. علاش؟ هكا يمكن لك يعني دير يعني تمشي مع الناس. علاش؟ انت كدير واحد شي حاجه اللي الناس كتعجبها تتفرج فيها، اي واحد يتفرج فيها. ولكن انت ما دابا كتهضر على الهجره كيدخلوا عندك غير اللي تيقلبوا على الهجره وما غاديش يدير لك اللايك ويبارطاج بداك. المهم هذه يعني راه فضل الله ليس امرا، تحياتي وانتم.